بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الأكارم وممثلو الدول العربية المشاركون في الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية المحترمون، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الوقت الذي أرحب بضيوف العراق من الأشقاء العرب المهتمين بقضايا السكان والتنمية، ومع التمني بنجاح اجتماعاتهم التنسيقية على مدى هذين اليومين، يسرني أن أعلن عن إطلاق الوثيقة الوطنية المحدثة للسياسة السكانية في العراق التي أقرها المجلس الأعلى للسكان منتصف شهر شباط من هذا العام، والتي تمثل التوجهات العامة للدولة والمبادئ التي أطرت محاورها الرئيسية. وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي عكسته الوثيقة الوطنية الأولى للسياسات السكانية لعام 2013، إلا أن التحولات الاجتماعية والديمغرافية والصحية الكبيرة التي حصلت خلال عقد من الزمن فرضت مراجعة موضوعية لبنود تلك الوثيقة وبناء وثيقة جديدة تعالج التحديات القائمة حالياً والتي ينبغي التعامل معها على وفق منطلقات المنهاج الحكومي الذي رسم توجهات واضحة في ربط الظاهرة السكانية والديمغرافية بخطط التنمية المستدامة، انطلاقاً من مبدأ أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها. السيدات والسادة الحضور، في ضوء ما تقدم، أوصى المجلس الوزاري للتنمية البشرية بتبني وإقرار الوثيقة الجديدة التي أعدها مختصون وأكاديميون تحت الإشراف المباشر للجنة الوطنية للسياسات السكانية بالتعاون والمشورة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعكس المبادئ والتوصيات الدولية في مجال السكان والتنمية المستدامة، بما يوافق ثوابت مجتمعنا العراقي وطبيعة تركيبته السكانية، وتوفير بيئة تمكينية تؤكد توجهاتنا في تعزيز أدوار الفئات السكانية المختلفة، سواء في توزيعها العمري وما يتطلب ذلك من تأمين سبل عيش تؤمن حياة صحية ذات تعليم نوعي كف، مراعية لمبدأ تكافؤ الفرص وتقليل الفجوة في النوع الاجتماعي، أو في الالتزام ببرامج رعاية اجتماعية لفئة كبار العمر والفئات الهشة من السكان، إذ لا يقصد بالسياسات السكانية تبني إجراءات مباشرة لتقليل معدلات الإنجاب والحد من زيادة السكانية كما يفهم من ذلك خطأ. أولت الوثيقة الوطنية المحدثة التي نحتفل بإطلاقها هذا اليوم قضية تمكين الشباب اهتماماً كبيراً، فالمجتمع العراقي ما زال فتياً وإن بدأ يقترب من مرحلة ديمغرافية متميزة في حياة الشعوب، وهي مرحلة الهبة الديمغرافية التي توفر فرصة حقيقية لإحداث تحسن كبير في مفاصل التنمية المستدامة. إنها مرحلة تعكس غلبة نسبة السكان في الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة لتصل إلى ثلثي حجم السكان، وبذلك تخف إلى حد كبير أعباء العمالة الاقتصادية وتزداد فرص تحسن الإنتاج والإنتاجية وتحقيق رفاه اقتصادي واجتماعي للأسرة، مقترنا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية بشكل خاص. لكن ذلك يتطلب تبني سياسات تنموية جادة يقف في مقدمتها بناء الخطط الاقتصادية والتعليمية والتأهيلية لاستثمار رأس المال البشري
واستيعاب طاقات الشباب الذين سيشكلون النسبة الأعلى في التركيبة السكانية لأول مرة في تاريخ العراق، كي لا تتحول الهبة الديموغرافية إلى نقمة كما يحذر ذلك الخبراء المختصون. ختاماً، أدعو كل مؤسسات الدولة ومنظماتها المجتمعية المختلفة إلى التعامل الجاد مع متطلبات الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية، وإلى اعتبارها مبادئ عمل حقيقية ينبغي البناء عليها في رسم السياسات التنموية المختلفة على طريق إسعاد أبناء شعبنا العزيز بما تضمنت من أهداف تفصيلية وإجراءات واضحة تمس محاور الوثيقة 11 في مجالات التعليم والصحة والتمكين ورعاية الفئات الهشة والهجرة، فضلاً عن إرساء القيم والتماسك المجتمعي. أود أن أعبر عن الشكر والتقدير للجهود الوطنية الكبيرة التي قدمت خلال مراحل التهيئة والإعداد لهذه الوثيقة من قبل المجلس الوزاري للتنمية البشرية واللجنة الوطنية للسياسات السكانية في وزارة التخطيط، كما نثمن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب العراق الشريك الفاعل في قضايا السكان والتنمية للمساهمة في إعداد الوثيقة ودعم عملية إطلاقها. أكرر الترحيب بالأشقاء العرب ثانية، وأرجو لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.